الحكيم إنك لمن المرسل على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم تأكلون وجعلنا فيها أكل من نخيل وأعناب. اللهم كلا يا أكرم الأكرمين، اللهم منا الدعاء ومنك الإجابة، فقد قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وقد قلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي. تعازي ديالنا للأسرة الكريمة ديال سيدي محمد الجم اللي توفات له الأسرة الأم ديالو اليوم، فجينا كنساندوه وجينا كنعزيوه لأنه كتبقى الأم ديالنا، لأنه كيف قال سي مفتاح يا ما كلينا من يديها ويا ما كرمتنا ويا ما دخلتنا للدار. فاش غادي نقول إن لله وإنا إليه راجعون، ولله ما أخذ ولله ما أعطى. سيدي محمد بالفعل نفس الكلام اللي قال سي عبد العالي الغاوي، احنا الآن موجودين باش نعزيو ونرفعو التعازي ديالنا الحارة للحاج سي محمد الجم في وفاة الوالدة ديالو، لأن في الحقيقة والدة ديالنا كاملين، وكيف قال سي الغاوي أننا دخلنا لدارها وكلينا طعامها وشربنا أتايها وفرحت بنا. احنا اليوم احنا كنشيعوها إلى متواها الأخير، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أعطى ولله ما أخذ، وتعازينا الحارة لأخي وزميلي الفنان الكبير سيدي محمد الجم في وفاة والدته لالة فاطمة اللي أمنا كاملين، واللي كانت يحبها بزاف بزاف، وكان دائما تيقول لي بأنه تيمشي يزورها في كل دقيقة وفي كل حين، وكان دائما مع يوم الجمعة تياكل معها كسكسو، وكانت أم عظيمة عظيمة بزاف، ولكن هذه سنة الحياة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وتعازينا القلبية من القلب لسيدي محمد الجم الفنان الكبير ديالنا، وتعازينا الأهل ديالو والأسرة ديالو، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نتمنى من الله أن يرحمه بواسع رحمته ويسكن فسيح جنانه. هذا يوم حزين، ولكن لا مرد لقضاء الله سبحانه وتعالى في وفاة والدتي أستاذنا الكبير وزميلنا الحاج محمد الجم. بهذه المناسبة تعازينا الحارة له ولعائلته الكبيرة، و يعني وجود الفنانين في هذه المحطة الحزينة هو تعبير عن الحب والتقدير اللي كنكنوه للفنان ديالنا محمد الجم، وأيضا تفاعل ديال وسائل التواصل الاجتماعي مع فقدانه للوالدة، أيضا دليل على الحب والتقدير اللي كيكنوا الجمهور لهذا الفنان المقتدر، اللي كنعبروا ليه مرة أخرى عن تعازينا الحارة وللعائلة الكريمة. فالله يرحم الفقيدة، والله يصبر وليدها والأبناءها جميعا والحفدة ديالها، والله يصبر الزميل والأخ الرجل الطيب الحاج محمد الجم الذي أعرف مدى وطادة ومتانة العلاقة التي كانت تربطه بها. تصور معي لسنين، لعشرات السنين متعددة، أنه كان دائم تناول وجبة الكسكس المغربي الأصيل في أحضان أمه، وظلت هذه الشيمة الطيبة في الحاج محمد الجم إلى آخر جمعة. فاللهم تعالى يسكنها الفردوس الأعلى مع أمهات المؤمنين ومع الخيرات والطاهرات. ما تنساوش تابونا في لاشين وتأكتفوا الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبرتجيو مع صحابكم.